يعني انت ان شاء الله النهارده الجزء الثالث والاخير من الفيجن، وهو المفروض يعني بيبقى للديجيتال انسترومنتس، الاجهزه اللي شغاله بالديجيتال، وده معناه ان لازم يكون عندنا فكره وخلفيه عن الديجيتال فاندمنتالز او البيزكس بتاع الديجيتال. وعلى قد ما نقدر احاول طبعا ان انا اديلك هذه الباك جراوند، وان كان عندكم ماده كامله في سنه ثانيه تبدا من الصفر في هذا الامر اسمها لوجيك سيركتس. لكن هتلاحظوا ان احنا هناخد منها حاجات دلوقتي مقدمه كده عشان نفهم الاجهزه الديجيتال على قد ما نقدر ان شاء الله. قبل الديجيتال انسترومنتس بناخد موضوع بسيط خالص، يعني سؤال مضمون باذن الله على الترانسديوسر. الترانسديوسر بتيجي دي كسؤال نظري او كمساله بسيطه خالص من الموضوعات البسيطه برغم اهميه الموضوع في الحياه العمليه. يعني الترانسديوسر ده كل حاجه في الحقيقه في العمل. والترانسديوسر يا جماعه من اسمه كده ترانسديوسر، يعني في اللغه العربيه ممكن نسميه ايه؟ محول، مش كده؟ بيحول من اي حاجه لاي حاجه، وده معناته انه لا يوجد تعريف ثابت للترانسديوسر. يعني هي كلمه مطاطه معناها احنا بنحول شيء الى شيء اخر. قسم الكهرباء بالنسبه لنا احنا قد نهتم بايه بقى كتعريف الترانسدوسر؟ بان هو يحول اي حاجه الى الكتريكال انرجي، عشان احنا قسم ايه؟ كهرباء، مش كده؟ يبقى بيحول اي فورم اوف انرجي لالكتريكال انرجي او ريليتد فورم، يعني بيحول لي من انرجي او شيء له علاقه بالانرجي الى انذر انرجي او ريليتد فورم لها علاقه بالانرجي. ده المعنى بتاع الترانسديوسر، المعنى العام. اكيد في قسم ميكانيكا اكيد هم هيهتموا بان يكون الاوت ايه؟ العكس بقى يكون ايه؟ ميكانيكال انرجي او حاجه ريليتد بالميكانيكال انرجي وهكذا، يعني هو تعبير مطاط في الحقيقه. المهم هو في النهايه بيعمل تحويل من صوره من صور الطاقه أو شيء له علاقة بهذه الطاقة إلى صورة أخرى أو شيء له علاقة بالطاقة الخاصة بالصورة. فمن هذا المعنى يبقى الحياة العملية عندنا مش عايز أقول آلاف ترانزوز، يعني أمثلة كتيرة جدا لا تنتهي ولا حصر لها. وأي ديفايس كده بيعمل أي وظيفة عايزين نتفق على اسم مش لاقيين له اسم ولا حاجة، فهنلاقي هو المعنى بتاع إيه؟ بتاع الترانزوز. ساعات بنطلب منك كنظري يعني ما هي الريكوايرمنتس الخاصه بالترانسدوسر، عباره عن نقاط نظري. عايز اقول لك معاه حاجه، الميجر اسهل بكتير جدا من السيرفر. الميجر كماده اسهل بكتير. ليه؟ السيرفر ممكن يكون مساله فيها تريك معينه تقعد تفكر فيها طول الامتحان مثلا ولا حاجه، مساله يعني فيها، انما هنا في الميجر في عندنا اجزاء نظري واجزاء مثالي. فالنظري مجرد انت بتفهمه طالما فهمته واقتنعت بيه في نفسك حفظته. طالما حفظته يبقى اصبح فقره مضمونه في الامتحان باذن الله. والمسائل نفسها ما فيهاش تركات ولا حاجه، يعني ما فيش مقارنه الحقيقه. انا رايي يعني رايي السيركت قد تكون اصعب عن الميجر. الميجر فيها نظري طالما فهمته وحفظته خلاص مجرد تسميه. انما السيركت زي ما انتم عارفين كلها ايه؟ كلها مسائل فقط، ما فيهاش ابدا ما تطلبش منك نهائي اي تسميع نظري او اي حاجه. انما في الفيجر هتلاقي ياما بيقول لك سمع بعض الاشياء اللي انت فاهمها واقتنعت بيها كنظري. زي ايه مثلا؟ زي الريكوايرمنتس بتاعت الترانسديوسر. البيزك ريكوايرمنتس. وكلها كلام لوجيك يا جماعه، يعني اول حاجه مثلا الريلايبلنس. انتوا عارفين ان حتى في الفيزيكس زمان بيقول لك ريجيد بودي، يعني ايه ريجيد بودي؟ في حتى موديل مكتوب في الفيزكس اسمه موديلس اوف ريجيديتي، سمعتوا عنه؟ لازم، مش حد يعرف اسمه موديلس او موديلس اوف الاستيستي، تعالوا تدرسوا معايا في حاجه موديلس اوف ريجيديتي. ريجيد بودي باللغه العربيه يعني جسم جازي. جازي دي من العربي الصعب قوي. طب بلاش جازي، جسم متماسك. يعني ايه متماسك؟ يعني لو ضغطت عليه وزياداته ما
تشوي ويحصل فيها permanent inflammation. يبقى rigid body يعني body يقاوم الايه؟ permanent inflammation. مش تضغط مثلا عليه تلاقيه تشوه تماما ولا اتكسر حتت ولا كده، لكن ده المقصود ايه في rigid body او موضوع rigidity اللي هو اول حاجه. واعتقد بقى كده يبقى رقم واحد برضه تدي نفس المعنى بتاع ايه بقى؟ بتاع رقم 8. بص كده 8 نو ريزيدوال ايه؟ ديفورميشن. طب هو طالما ان هو ريزيد بودي ودي ريزيد عالية يبقى مش هيحصل فيه ديفورميشن، يعني هي مجرد بس مواصفات الكتب حاطط مواصفات كبيره لهذا الامر، لكن هتلاقي كل له علاقه ببعضه في الحقيقه. لينيارتي لها علاقه بين ايه والتوافق، تكون ايه؟ لينيار مش نان لينيار. النان لينيار معناها حاجات بقى ايه؟ ما اقدرش اتنبا بالبرفورمانس بتاعها، ولازم اسال كل حاله على حاله، ولازم كمان يكون فيها نوع من الاناليسز ابلاي مع الحاجات السوليوشنز، فقد ده اصل الحل الى كامل. طبعا يكون فيها ريبيت اكشن، يعني دخلت ايه فور خرج اوت. طب لو ثاني يوم ولا ثالث يوم دخلت نفس ايه فور جبت حاجه ثانيه؟ ما ينفعش، ولا ده ترانزستور شكله ايه؟ ده متلون بقى كل يوم بيظهر لي حاله، فاكيد يبقى ايه؟ يبقى فيها عمليه ريبيت للاكشن، وظيفه ثابته طالما ان نفس الايه؟ نفس الامبوت. كذلك مثلا هاي اوت سيجنال كواليتي، طبعا احنا عايزين هاي كواليتي، يعني عايزين هاي ريليفنت، ان السيستم يكون ريليفنت. ريليفنت يعني معناها انه عنده ان هو عنده قدره على الادابت زي ما انت كده، انت ريليفنت. يعني كل ما تحصل ظروف مثلا بكره في كويز تعرف تتصرف تتكلم، بعد بكره مش عارف ايه تعمل حاجات مش من غير طبعا، يعني المفروض ان احنا بنعرف ايه نعدل من الاسئله في نوع من المرونه والايه؟ والقدرة على التكيف والريليابيلتي والاستابيلتي طبعا يكون ستيبل طبعا. الاستابيلتي هتاخدوها انتوا ربما درستوا في امريكا برضه موضوع الاستابيلتي، لكن هتاخدوا موضوع الكنترول ان شاء الله السنة الجاية وثالثة ورابعة دراسات الاستابيلتي بالتفصيل. وزي ما قلت لكم قبل كده ان عالم لابلاس ولابلاس ترانسفورم ده هو ده المدخل اللي ادى لتطور دراسات الاستابيلتي بشكل قوي جدا. جود دايناميك ريسبونس، لو العملية فيها حركة يبقى لازم الاداء بتاعه يكون ايه؟ يكون اداء ستيبل واداء هاي كواليتي، فنسميه بوت دايناميك ريسبونس وخلاص. نو هيستريسز، نو هيستريسز دي هل في حد سمع عن الهيستريسز دول يا جماعه؟ دي خاصيه من خواص الحديد. الحديد بيمتاز او بيعيبه، ما هي ممكن تبقى ميزه وعيب، انك انت لما تيجي تخدم دي بلاكس وبعدين تشيل السورس المفروض بلاكس ايه؟ يختفي. لا ما بيختفيش، بتجد ان في شويه بيطلعوا جوه الحديد كده بنسميهم الريزيدوال بلاكس. ودي حاجه خدتوها في الفيزكس تحت عنوان الدي اتش كيرف. فاكرين حاجه اسمها الدي اتش كيرف؟ علاقه البي مع الاتش. يعني ربما سمعت عنها ان الاير علاقه البي اتش كيرف كده يا جماعه. وبعدين لو حبيت ترجع في كلامك ترجع على كيرف اخر كده. ولو كملت في الاتجاه العكسي يبقى كده، الاتجاه الثاني بهذا الشكل. دي بقى لوب متكررة. بيسموها ايه بقى؟ بيسموها الهستريسز لوب. ودي جزء من الأشياء الضائعة في الحديد، دي بتبقى جزء رئيسي من نوع من اللوسز اللي بنسميه ايرون لوسز. دلوقتي في علاقه بين البي والاتش. يعني ايه البي والاتش؟ مثلا انا حطيت سورس مصدر للكهرباء. لما تمشي كهرباء يا جماعه مش بيتولد انديوس دي ام اف ويتولد مليت فيلد فلكس. فلو انت لازم الوايندنج دي على الحديد فلكس هيمشي جوه ايه؟ جوه الحديد. هيمشي بالعلاقه بين البي اتش كيرف اللي هي علاقه ما بين السورس الالكتريكال والمغنيتيك فيلد. فبتمشي بالعلاقه دي كده، لو حبيت ترجع في اتجاه عكسي عمال تقلد هي نفس الرجعه على كيرف اخر. وبعدين تفاجئ ان بعد عند اختفاء السورس، السورس اختفى هو زيرو اللي هو الاتش، تلاقي ان في ايه؟ في بلاكس اهو بيسموه ريزيدوال، ريزيدوال بلاكس. وبعدين ترجع تكمل في اتجاه عكسي وترجع على كيرف اخر، دي بقى اللوب دي بيسموها الاستريس لوب، ودي جزء من الهايلر لوسز، اللوسز اللي بتضيع بسبب معدن الحديد. برغم انها خسائر يا جماعه واشياء ضائعه ولوسز وكده، الا انها لها فايده برضه، لو ان هي دي اللي بتقوم او بتشغل الجنريتور
الثالث اكسايد جنريتور. طبعا تظهر اكسايد جنريتور انواعها وكام كل لسه بقى ثانيه وثالثه ورابعه، لكن يعني رغم ان هي عيب زياده بس برضه كل حاجه في الدنيا يا جماعه، كل عيب في الدنيا قد تجد له ايه؟ له مين طبعا؟ يعني في اشياء تقول عليها سيئه جدا 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 وبعدين تدور جواها تلاقي في شخص مستفيد من هذا الامر او شايف ان في ميزه معينه من هذا الامر وهكذا. فهنا الميزه اللي هنا ان ممكن حد يشغل الايه؟ يشغل السيلف اكسايتد جنريتورز وكده. لكن يعني في الغالبيه العظمى هي طبعا باصص، والجزء الرئيسي من الايرون باصص او ما يسمى بالكور باصص. ما يسمى بايه؟ بالكور باصص. عن الايدي كارت؟ هي التيارات الدوامية. دي برضه خاصية من خواص الحديد. الحديد لما بيخش الفلكس جواه بيحاول يمشي في مسارات، بيعمل كارت يمشي في مسارات مغلقة كده. بيسموها الايدي كارت، عاملة زي الدوامة كده. طب دي ميزة ولا عيب؟ لا طبعا عيب، لأن كده جزء من الطاقة مسحوب وعمال يلف على الفاضي. فده بيسخن الحديد، يعني حتى لو حطيت ايديك على الترانسفورمر وهو شغال هتلاقي ان المعنى ايه؟ سخن. المعنى السخن يا جماعه بسبب الاير باص اللي هي عباره عن جزئين، ايدي كارت وستريسز. بيسموها الكور باصز، يعني الباصز الخاصه بالكور الايرن كور ده. فاذا الايرن كمعنى في حاجتين مهمين جدا. الفلكس لما بيخش جواه ونيجي نشيل السورس بيتبقى شويه من الزمير ريزيدوال فلكس، والدراسه بتقول على الستريسز دول. كمان بتمشي كارنت في كور باصص بنسميها ايدي كارنت. الاثنين دول بيسخنوا الحديد ويعتبروا بالنسبه لي باصص بنسميها الاير باصص او الكور باصص. وطبعا بما انها باصص تبقى حاجه كويسه ولا وحشه؟ وحشه. بيحاولوا دايما يقللوها، يقللوها ازاي؟ بالنسبه للايدي كارنت بنقطع الحديد يا جماعه، بنعمله لامينيشنز، بنعمله شرايح، شرايح رفيعه جدا كده ومعزوله بينها وبين بعضها. يبقى انا كده عملت تخيل رفيعه جدا، فالكلوز باص ده ايه؟ ما لوش مسار بقى، ما عندوش اي حاجه يمشي فيها لان انا مقطع شرايح رفيعه جدا. يبقى ده وسيله التغلب على الايدي كارت، ان انا اعمل الحديد لامينيشن ايزوليتد لامينيشن. بالنسبه للستريسز بطعم الحديد بسبائك بالايس تخلي الستريسز دول تكون فيري فيري نار. يعني اضافه بعض الالايز للحديد بيخلي الاستريس دول يا جماعه شكلها ايه؟ بصوا بقى انا هرسمها ازاي. يعني دي الاستريس دول هي دي بقت ايه؟ بقت ضيقه جدا. يعني الاريا بتاعتها ولا حاجه، والاير بوسز يعتمد على الاريا دي. فانا كده ايه قللت قوي الاستريس لوب. نعم. هو ايه اللي انا خسرته لما ابسط شيء الايدي كارنت. دلوقتي دي جزء من الطاقه مسحوب عشان يعمل لي كارنت عماله تلف على الفاضي. كمثال على كده الترانسفورمر عباره عن ايه؟ عباره عن سورس بتوصل بالبرايمري وايندنج وكونسيومر بتوصل بالسكندري وايندنج، صح؟ مش ده الترانسفورمر؟ عباره عن تو وايندنج، واحده في السورس والثانيه رايحه لايه؟ رايحه للود او الكونسيومر. طب لما يجي بقى المعدن اللي مرفوع عليه الاثنين دول ده واخد لك كارنت كده في السكه عماله تلف على الفاضي كده، ما بيودوش للكونسيومر، وده ضايع ولا مش ضايع؟ ضايع، فسير بالنسبه لي. كذلك الفلكس تتناسب مع الانرجي. في جزء فلكس بقى يتخزن جوه ما بيرضاش انه يتشال، يبقى ده اصبح جزء عبء عليك اضافي لازم تعمل حسابه. خد بالك؟ واضح يا جماعه؟ الكلام ده سمعنا عنه في الفيزيكس وهنسمع عنه بالتفصيل في السنوات الجايه برضه ان شاء الله. عندنا في قسم باور في ماده مخصوص للترانسفورمر مثلا ودراسات الاستريسز والايدي كارنت الحاجات دي كلها. فاكيد انت عايز استريسز دول ولا مش عايز؟ اكيد الترانسديوسر بيتمنى ان ما يكونش فيه ايه؟ استريسز دول او تكون فيري نارو استريسز دول اللي هي العباره رقم سبعه اللي هي نو استريسز لوب. ماشي؟ برضه ال زي ما قلت لك الريفرنسز او الكتب فيها امثله كتيره جدا عن الترانسديوسر يا جماعه، حسب الترانسديوسر في مجال الميكانيكا ولا في مجال الميكاترونكس ولا في مجال المدني ولا في مجال النحت ولا مش عارف ايه، فالامثله كتيره جدا حسب وجهات النظر او نوع الاهتمام بالترانسديوسر.
فعشان كده الاقي في كلاسيفيكيشنز كتيره برضه يا سؤال نظري يعني في اربع انواع من الكلاسيفيكيشن. اول كلاسيفيكيشن اللي هو ايه؟ اللي هو برايمري ترانسديوسر ولا سكندري ترانسديوسر؟ ايه الفرق بينهم يا جماعه من الشرح اللي موجود هنا؟ واضح ان السكندري بيحتاج ايه؟ بيحتاج كومبوننت قبل الترانسديوسر اللي هي الديتكشن. ما بدخلش دايركت على طول على الترانسديوسر. طيب هنا محتاج مرحلتين، يعني في مرحله سكندري في الايه من الموضوع، انما الاولاني برايمري ترانسديوسر. ده نوع من التقسيم. في نوع تاني، هل الترانسديوسر بيحتاج سورس ولا ما بيحتاجش سورس؟ احنا عارفين في السيركت الدايره اللي فيها سبلاي يا جماعه انت فيها اكتف سيركت، وده اللي ما فيهاش سبلاي باسف سيركت. نفس المعنى في الترانسديوسر هنا، اكتف ولا باسف؟ اكتف يعني معناه هو الصوت بتاعه، مش محتاج لك اي صوت. انما باسف يبقى هو نفسه باسف، ولو انت عايز تشغل الدايره بتاعته ولا حاجه يبقى لازم تستنى ايه؟ لازم تستنى صوت. اوكي؟ كمثال مثلا التاكوميتر، التاكوميتر او التاكو جنريتور ده بيحول السرعه على الكهرباء. وبما ان هو حولها الكهرباء جنريتور يبقى خلاص هو منه فيه كده السورس. اخد بالك؟ انما الباسف بقى اي انواع اخر طبعا انواع كثيره جدا لا اثر لها. زي البريدج مثلا. البريدج يا جماعه عباره عن ترانسديوسر. هتقول لي ازاي؟ ازاي ويلسون البريدج عباره عن ترانسديوسر؟ لو انت عندك ويلسون بريدج مش شغال. لو عندنا بريدج يا جماعه عباره عن اربع ارم زي ويلسون بريدج ولا كلمه دبل بريدج ولا الاس بريدج الى اخره. اثناء البالانس الريزستنس دي من اقساطها يساوي الريزستنس دي من اقساطها، صح؟ الكنترول دكتور في الجانب في الحاله دي زيرو. طب لو حصل شيء في اي ارم من الاربعه يحصل ايه الكنترول دكتور؟ طيب يبقى التغير في الريزستنس ادى لتغير في الكرنت. يعني التغير في الريزستنس تحول الى تغير في الكرنت. اقع بقى عند كلمه التحول دي. هي دي ترانسديوسر. تحول يعني التغيير في الريزستنس اي رسم من اربعه تحول الى تغيير في ايه؟ الكارنت. عشان كده نسمي البريدج نسميها ترانسديوسر. اوكي؟ الكباستور يا جماعه الابسط شيء الكباستور اللي هو الفرق اللي بين الكباستور. اللي هو القانون بتاع الكباستور بيساوي ايه؟ حد عارفه؟ ابسون نو ابسون ريلاتيف الاريا على ايه؟ على الديستنس دي. كده؟ ده قانون الفرق البريد، مش كده؟ اسمه بريد بينهما مادة عازلة ومسافة معينة. طب نفترض إن المسافة دي قابلة للحركة. يعني في بريد منهم موفابل ممكن يقرب أو يبعد. يبقى كده التغير في المسافة يؤدي لتغير في الإيه؟ في الكباستنس. إذا التغير في المسافة تحول إلى تغير في الإيه؟ في الكباستنس. توقف عن التحول بمدى إيه؟ ترانسديوسر. اخد بالك؟ الموتور انت بتدي كهرباء وتاخد ايه؟ حركه. يبقى تم التحويل من طاقه كهربيه الى طاقه ميكانيكيه او طاقه حركيه، جنريتور العكس وهكذا. التحويل ده من حق اسميه ترانسديوسر وهكذا يا جماعه، الاسماء لا تنتمي لهذا الامر. بتلاقي حتى اي حد كده عايز يعني مش لاقي لقب للحاجه، ترانسديوسر حتى ترانسديوسر يعمل فيه الحكايه دي. ودي حاجه اسمها البلوك دايجرام ساينس. البلوك دايجرام ساينس ده اللي هو يعني بيتعامل بيه ارقى الناس في العلم. يعني وصل درجه عاليه جدا في العلم لدرجه ان هو عارف ترتيب كل حاجه بيتعامل بيها في بلوك. يقول لك ايه؟ هات ارسم لك بلوك كده، يقول لك هات ترانسديوسر اسمه مثلا كذا اعمل بيه. يوم مديها للجماعه بتوع المصنع خدوا نفذوا دي كلها بلوكات كده. يعني وصلوا الانتجريتور مع الدفرنشيتور مع مش عارف ايه مع معرفش ايه على شكل بلوكات. طب حد بقى بيناقش في الترتيب الداخلي للبلوك اللي مرسوم ده؟ لا خلاص ده بلوك دايجرام اندرستاندنج. يعني معناه ان الناس عارفه يعني مجرد ما كاتب مثلا داخل البلوك كاتب اسمه كده كل اللي هينفذ ده عارف ايه؟ عارف الترتيب.
التركيب الداخلي. احنا ساعات بنطلب الاعدادي حتى ممكن نتعامل معاه من جورج براون سايتس، يعني احنا طبعا بقى تشيلسي يعني بنعتبر انتوا مستواكم دايما من ارقى المستويات العلميه. طيب في في تقسيمه ثانيه للترانسدوسر، هو جهاز امام ولا جهاز تشتغل. عارفين يعني ايه هذا يا جماعه؟ مثلا عندنا في المعامل اتفرجت على الميزر والميزر والحاجات دي كلها اللي هو لو بوينتر. لو بوينتر يعني انت بتشغل الميزر تلاقي البوينتر بدا من زيرو كده وقعد يتحرك حركه لا يروح عند لاين معين. طب الحركه بتعمل ايه؟ بيعدي على كل القيم ولا لا؟ بيعدي، يبقى دي كونتينوس ايه؟ كونتينوس موشن او كونتينوس ميجرمنت. ده نسميه انالوج. لان العلاقه ماشيه كونتينوس مفيش فيها ضم. انما خلي بالك يا جماعه ان الديجيتال، كلمه ديجيتال اصلا او ديسكريت معناها ديجيتس. ديجيتس يعني ايه؟ يعني بنط من قيمه للثانيه، للثانيه للثالثه وهكذا. اللي هي اصلا اساسها الباينري، باينري لانجوج اللي هم 0 و1، مش كده؟ 0 و1 دول يعني معناها من قيمه الى قيمه. ولذلك في عبارة شائعة يقول لك إن الأجهزة الأنالوج أدق من الديجيتال. تقول له ليه؟ يقول لك الديجيتال بينط من ديجيتال للتانية. بينما الأنالوج البولتر بيعدي على كل حاجة. فلو مثلا أنا مخرب الديجيتال بحيث هينط من 1 فولت ل 2 فولت، يبقى منهم هيحس بالقيمة. إنما البولتر الأنالوج هو معدي. بيعدي من 1 ل 2 وبيوصل كل الشرط اللي إيه؟ اللي بينهم. فعشان كده بينظروا اليه يعني انا لو ادق من الديجيتال. طب لو انت عايز تخلي الديجيتال ادق، اصغر بقى الكوانتيزيشن ايرور ده، يعني خليه ايه؟ خلي الديجيتال دي مسافات ما بينهم بعضها صغيره جدا جدا عشان تعدي على ايه؟ يعني بحيث يبقى كل ديجيتال بتنط قيمه صغيره قوي 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 قوي، بحيث تقدر تحس بالحاجات دي. انما انا لو قلت ان هو كده كده كونتينوس هيعدي على كل حاجه. فده الفرق بين الانالوج اللي هو كونتينوس فانكشن وبين الديجيتال اللي هو ترين اوف باسز او ترين اوف ديجيتس او ترين اوف سبيد فاليوز، كلها معنى واحد يا جماعه. اللي هي المفروض احنا هنبدا ان شاء الله الاسبوع الجاي ندرس مقدمه لهذا الامر. كذلك برضه حسب وجهه النظر يعني ترانسديوزر مثلا عندنا احنا هنقول ايه؟ نار الكتريكال سيجنال بيطلع لي ايه؟ الكتريكال سيجنال ده عشان انا قسم كهرباء. وبالتالي لو قلت لك هدخل الكتريكال اطلع ميكانيكال تقول لي لا ده مش الترانزستور بتاعي ده الانفرس بتاعه، مش كده؟ لكن في اقسام ثانيه ممكن يعكسوا الايه؟ يعكسوا ده المعنى، هو حسب انت مهتم بايه يعني. ده اللي هو التقسيم الرابع. واضح يا جماعه؟ تاني التقسيم الرابع؟ يعني التقسيم الرابع الترانزيوسر والانفرس بتاعه. الترانزيوسر على اساس انه بنفترض ان اللي يهمنا هو الكتريكال اوتبوت، ده الترانزيوسر بتاعنا. لو حصل العكس يبقى لا مش بتاعنا، ده العكس بتاعه. دي طبعا وجهات نظر من ايه؟ مؤلفي الكتب او بيتناول الترانسدوسر حسب وجهه نظر الاهتمام. طب قبل ما ان شاء الله انا قلت لك اللي هي المقدمه بتاعت السنه الجايه اسمها سيستم داينامكس، وبعد كده اوتوماتيك كنترول 1 واوتوماتيك كنترول 2 وهكذا. هتلاقي ان الصعوبه في اوتوماتيك كنترول اللي هو موجود في القسم المدني والميكانيكا والكهرباء كل حاجه. فهتلاقي مفيش ولا كتير كويس في كل حاجه، ليه؟ لان المؤلف مثلا المؤلف المدني يبقى مهتم بايه؟ وقت الكنترول بتاع المدني، فهتلاقي كويس قوي في الحاجات دي ومش قوي في حاجات ثانيه وهكذا. فدي ترانزيستور نفس الحكايه موجود في كل الاقسام، فبالتالي يبقى الاهتمام بيه برضه متنوع جدا والتعريفات متنوعه والنص مطاط. لكن في النهايه موضوع بسيط قوي يا جماعه، حتى لو تشوفوا الشيت بتاعه ان شاء الله هتلاقي شيت 8 مسائل، اصعب واحده هنحلها دلوقتي مع بعض على الصفحه. يعني انا قررت احل رقم 8 اللي هي مختار اصعب واحد في الشيء. كامثله على الترانزيوسر، كامثله عن اشهر مثال الفوتو ترانزيوسر. طبعا عارفين كلمه فوتو او فوتونز، فوتونز يعني ايه يا جماعه؟ الضوء، مش كده؟ فوتونز معناها الضوء. فالضوء لما يسقط على انواع معينه من المواد بيؤدي الى توصيل كهرباء. بس في ثلاث اشكال لهذا الامر، في فوتو انفيزيف وده معناه سقوط الضوء يؤدي لانبعاث الالكترونات. يعني الماده ينبعث منها الكترونز فتسبب الالكترونز يمشي.
بنسميها فوتو ايميشن، يعني الفوتونز انسيدنس بتاعها يؤدي الى الكترون ايميشن. النوع الثاني فوتو كوندكتيف، يعني سقوط الضوء يقلل الكوندكتيفيتي جدا، يزود الكوندكتيفيتي جدا ويقلل الايه؟ الريزستيفيتي. يعني يخلي الماده مور كوندكتيف للكارنت. والريزستنس هنا تقل جدا. طبعا لما الريزستنس تقل يبقى توصيل الكهرباء يحصل له ايه؟ يزيد. يعني ماده تظهر كده كانها ماده عاده، لكن كل ما الضوء يزيد عليها هو بيتحول لايه؟ لماده موصله للكهرباء. نتيجه ان الريزستنس الفظيعه دي عماله ايه؟ عماله تقل والكوندكتنس والكوندكتيفيتي عماله تزيد. النوع الثالث فوتو فولتيك، انه سقوط الضوء يؤدي الى بوتنشال ديفرنس بين طرفي الايه؟ الماده نفسها، وبالتالي الى سريان كارنت لو انت قفلت الدايره. المتقابل بالمعنى قوي واحد من الثلاثة مرتبطين ببعض، صح؟ ثلاثة دول مرتبطين. لكن أنا مفيش مانع إن أنا مرة جبت سؤال قلت مثلا من أنواع الثلاثة، أنت عارف الديفينيشن الدقيق اللي مكتوب ده. مجرد بس بكتب أنت فاكر الكلام ده ولا لأ، أو كنت قاعد في المحاضرة معايا، وهل قاعد مركز إلى آخره. في مثلا أمثلة يا جماعة زي الترمستور، مش عارف سمعتوا عن هذا اللفظ ولا لأ. الترمستور ارتفاع درجة الحرارة يقلل الريزستنس. يعني ده العملية ايه؟ ده هي الريزستنس ماشي مع التمبريتشر بالعكس كده. يعني التمبريتشر ايه؟ وقال الريزستنس فده الترفيس. درجة الحرارة تخفض الريزستنس. ده عكس الريزستنس اللي احنا متعودين عليه. احنا خدنا في الفيزكس ان في ريزستنس اسمها ار تساوي ار نوت في واحد زائد الفا دلتا تي. دلتا تي اللي هو التمبريشر ديفرنس والفا التمبريشر كوفيشنت. دي درجه حراره تعلي بايه؟ الثرمستور العكس، الماده من نوع معين بحيث تعمل العكس. طيب التغير في درجه الحراره تحول الى تغير لايه؟ الريزستنس في الترمستر. يبقى من حق اسميه ترانزستور ولا لا؟ اسميه ترانزستور لان الحراره تغيرت او تحولت الى تاثير على الترمستر. ده الترمستر. السترين جيج سترين جيج سمعنا عنه يا جماعه في الفيزكس اللي كده. انتوا خدتوا الاستريس والسترين صح؟ والنسبه بينهما موديولس معين كده سمعتوا عنه مستقيم. فاكرين؟ ايه ده كان اسمه ايه؟ يانس موديولس مش كده؟ او اسمه موديولس او ايه؟ او فلاستيس. ده بيساوي الستريس على الايه؟ على الاسترين. طب حد فاكر ايه تعريف الستريس؟ الفورس على الجاي صح؟ اللي هو البريشر يعني الضغط. طب والسترين؟ طب عايز تحطهم على طول الاصل مظبوط كده. في عندنا مواد معينه التغير في الطول على الطول الاصلي يترجم الى تغير في الريزستنس على الريزستنس الاصليه. يعني في فاكتور كده اسمه الجيج فاكتور. جيج فاكتور. نسميه جي دي. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الدلتا ال على ال الى دلتا ار على ار. يعني التغير في الطول يترجم لتغير في ايه؟ في الريزستنس. وده مرتفع يا جماعه طبعا، ما احنا عارفين ان الريزستنس بيساوي رو ال على ايه؟ مش كده؟ صح؟ الريزستنس بيساوي ريزستيفيتي في اللينس على الاريا، فطبيعي لما نغير في اللينس نغير في الريزستنس. كلام ده يعني كلنا عارفين ان الريزستنس بيساوي رو في ال على ايه؟ يبقى اذا التغير في اللينس اللي هو الاسترين يترجم الى تغير في الريزستنس بفاكتور معين اسمه الجيج فاكتور. الكلام الاحمر ده يكتبه جنب النوع ده اللي هو النوع رقم 5 ده.
زي جيس بالجلوتر انفينيتي بكلام الاحمر ده والجبل. ده مثال الترانسيوزر، سترين جيج ترانسيوزر. التغير في طول عطول الاصلي اللي هو السترين يحول الى، شكل يحول الى الترانسيوزر. تغير في الريزستنس على الريزستنس الاصلية. بالنسبة طبعا التغير في طول ده ايه يا جماعة؟ لأن أنا بسلط عليه ستريس مش كده؟ أنا بسلط على المادة ستريس فيتحول إلى سترين تغير في الطول وكده يحول إلى تغير في الريزستنس. كان في بعضهم فترة معينة كده معاه ميداليات يضغط بإيده يقوم ينور كده بالضغط كده. وده ترانزيوسر اسمه بيزو الكتريك ترانزيوسر. بيزو دي جاية من بريزر يعني بريزر. يعني البريزر الضغط بتاع ده بيحاول يعمل بوتنشال ديفرنس فينور الديود اللي محطوط اللمبة اللي جوه. يعني الضغط البريزر يحول إلى الكتريستي. قعدت فترة كان معروف غاوي الحكاية دي. مجرد يضغط كده فيتحول الضغطة إلى جرعة في حاجات كتيرة أسئلة كتيرة للموضوع ده وكلها جدا تبقى ضغط بس أنا بتكلم عن حاجة شفتها يعني انتقلت إلى فترة معينة. ناخد بقى أصعب مسألة تشيل على هذا الأمر. انا اديت الشيت المعين على فكره بس هم اليوم احنا شغالين لسه الجزء على الدور 100 لكن كده كده الموضوع ده يا جماعه هيخلص في محاضره وهيخلص برضه في نص سيكشن ولا حاجه يعني مش محتاج حاجه سيكشن كامل ان شاء الله. الموضوع بسيط خالص ويعني مضمون باذن الله. المساله رقم 8 دي بتقول ايه؟ بتقول ان احنا عندنا بوتنشال ترانسيوزر المفروض ان لما الضوء يدخل عليها يحصل ايه الريزيستنس؟ تاني فهو بيديني كيرف علاقه ليا كده بس ليا عكسي ان كل ما الضوء يزيد كل ما الريزستنس ايه؟ تقل. دي الريزستنس بتاع الفوتو سيل. شده الضوء يا جماعه بنقيس قوه الضوء او شده الضوء بايه؟ من اليومن ليومن على الميتر سكوير. لفظ اليومن ده بص على اي رقم كده هتلاقي مكتوب عليها اليومنز بتاعتها واللمبات الموفره حاليا اللي هي وزاره الكهرباء الموزعه حاليا الليد هتلاقي مكتوب عليها اليوم بتاعها وتقدر طبعا تقارن بين الضوء وتعرف فعلا موفره ولا لا الى اخره. فشده الضوء ده هيبقى جزء من ماده في سنه ثالثه اسمها ايونيزيشن هتاخد فيها شابتر كامل الاضاءه متعلقاتها بالتفصيل وهيبقى لفظ اليوم ده لفظ تعب بس قوي يعني. فشده الضوء هنا نعبر عنها باليوم على الميتر سكوير. واضح ان كل ما الضوء يزيد يحصل ايه الريزستنس؟ تقل عشان تقفل الدايره اللي هنا دي، تقفل الدايره اللي شغل الريلي ده اللي هو بيأدي وظيفه معينه ما قاليش عليها. أخد بالك؟ احنا في عندنا الضوء يقصد فيشغل حاجه ينور الاعمده مثلا او كده او ممكن تحكي انت الضوء فالدايره تشتغل مش كده؟ مش في بعضنا يجي قدام الباب فالباب يقفل تحليلا لان انت منعت حاجه معينه فبدات بالعكس فهنا عندنا فورس 30 فولت ريزيستنس ار 1 فوتو سيل ريلي تفصيلاتها مش عندنا وما بنلزمناش. ايه اللي طلبه في المساله؟ بيقول ان عند 400 يومين مشي كرنت في الدايره دي 5 مللي امبير. انا اجي بقى على الترم ده وامشي كده بال 400 يومين اجيب ايه؟ اجيب الريزيستنس اللحظات اللي هي كام؟ 1 كيلو اوم. وبعدين اعوض بقى في قانون اوم بقى اوم لو 5 مللي امبير دي عباره عن السورس على ار 1 زائد ار 2 في هذه اللحظه اللي هي كام؟ 1 كيلو اوم. ايه القانون اللي هنا عندي؟ ار 1 فجبناها. بعد كده طالب الكرنت بالضعف ليفل يعني ما يكونش فيه خالص. طب ما اكيد عند الريزستنس عاليه جدا نظريا ما ينفعش لكن اكشولي هنا مش ينفعش. بص على زيرو كده ويطلع كام؟ ب 100 كيلو اوم. يبقى اعوض على الار 2 في القيمة عالية جدا اللي هي 100 كيلو اوم وانا خلاص قلت لي جبت مين؟ جبت اول خلاص مش كده يعني لو انت عارف ودي عارف بقدر اجيب له بقى ايه الجرس الجرس بتاع الدارك ليفل. مين مش فاهم يا جماعه؟
طيب ايه اللي يهمنا في الموضوع ده؟ يهمنا تعريف الترانسدوسر، الريكوايرمنتس، الكلاسيفيكيشنز بتاعته، الامثله اللي عليه اللي زيها مثلا الشيء موجوده، واللي منهم اللي علينا النهارده. وعرفنا ان المعنى بتاع الترانسدوسر معنى اوبن يا جماعه، معنى مفتوح، يعني تغير في شيء يتحول الى تغير في حاجه ثانيه، يعني يتحول يعني ترانسدوسر. ان شاء الله المحاضره دي انا هعيدها بكره الثالثه باذن الله في مدرج جيم. نفس المحاضره هي ان شاء الله.